ضرب شو ضرب؟ عيب وعاء خليها تكرفس عليا هذه ماشي رجوع عيب وعاء أنا خليها خليها خذوا لي حق. أمام التطور الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي بزاف ديال النساء تتعرض لعنف إلكتروني. هذا العنف تيكون إما بالتنمر أو التحرش اللفظي والجنسي، وبعض المرات توصل حتى التهديد الإلكتروني بالفضيحة وأشياء أخرى. بزاف ديال الدريات تخافوا من الفضيحة ديال المجتمع ولا ردات الفعل ديال الأسرة ديالهم، هادشي علاش تيخلي بزاف ديال المجرمين ما تتعاقبوش وتستمر هذا النوع القبيح من العنف تجاه النساء. هذا الخوف خاصو يسالي، خصوصا انه كاين واحد القانون اللي تيحمي النساء من هذا النوع من الجرائم الالكترونيه. خاصك تعرف يا اختي ان القانون 133 تعتبر هاد الاوديوهات ودوك التصويرات اللي تهددك بهم جريمه، تتعاقب عليها المتحرش اللي تهددك، ما عليك الا تبلغي. هاد القانون تيجرم كل من قام عمدا باي وسيله من الانظمه المعلوماتيه بالتقاط او تسجيل او بث اقوال او معلومات صادره بشكل خاص او سري دون الموافقه. والعقوبة راه تتشدد إذا كان أحد الأصول، وهذا الشيء على حساب القانون الجنائي. وما ننساش نفكرك أنا سواء كنتي مزوجة ولا لا راه خاصك تبلغي، وهذا الشيء علاش المديرية العامة للأمن الوطني عبر خلايا محاربة العنف ضد النساء راه ممكن تعاونك وتسمع ليك وتوجهك للطريقة القانونية السليمة لتحميك وتحفظ حقك. الجريمة الإلكترونية هي كل عمل كيجرمه المشرع وكتستعمل فيه التكنولوجيا الحديثة، والابتزاز الجنسي كيتعتبر نوع من أنواع الجريمة الإلكترونية اللي هو أيضا كيتعتبر عنف ضد المرأة. فهناك مجموعة من الأمثلة ديال هذا الابتزاز الجنسي، ابتداء من أن السيدة كتكون محتفظة بصور وفيديوهات خاصة ديالها في التليفون ديالها ولا في البيسي ديالها، وكيتسرقوا لها بطريقة أو بأخرى وكيبداو يستعملوا الابتزاز. أيضا كتعرف على شي واحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شخص مجهول، وكتبدا تثق فيه، كتعطيه الفيديوهات والتصاور ديالها وكيبدا يستعملهم باش يبتزها. اولا كتكون شي علاقات زواج خطوبه صداقه مع شي شخص معين، ومن بعد كتسالي هذه العلاقه ربما كتبدا حياتها مع شي شخص واحد اخر، وكيبدا يستعمل دوك الصور القديمه والفيديوهات القديمه باش يبتزها. هناك مجموعه من الاشكال، الى في حاله الى السيده تحت ضحيه ديال هذا النوع من الجرائم، خاصها تحاول تحتفظ بدوك المراسلات، دوك المحادثات اللي بينها وبين السيد اللي كيهددها. ايضا الارقام الهاتفيه والاسماء المستعاره لبسيدونيم اللي كيستعملهم هذا الشخص، باش من بعد كيعاونونا حنا في الابحاث ديالنا، وخاصها ما ترددش في انها تدير شكايه في الموضوع وتثق في العمل الاجهزه الامنيه، وتعرف باننا حنا راه غنعتبروها كضحيه، ومن طبيعه الحال غادي نقوموا بتحديد الهويه ديال هاد الاشخاص ولا الشخص اللي كيهددها عبر الانترنت. والحمد لله عندنا امكانيات باش نديروا هاد المساله هذه ونوقفوه ونقدموه للعداله. ضرب شو ضرب؟ عيب وعاء خليك تكرفس عليا هذه ماشي رجوع عيب وعاء انا خليها خذوا لي حق.